للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا التكتيك العسكري الجديد الذي بدأت اعتماده إيران في العراق في سياق مواجهتها مع أمريكا، وذلك بإيجاد ميليشيات جديدة بتتبنى هجماتها بالوكالة مع المصالح الأمريكية في العراق. معنا هاتفيا من اسطنبول باحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد ركن حاتم الفلاحي، مرحبا بك. إذن سيد العقيد ركن حاتم، هذه الميليشيات الجديدة لم تكن معروفة من قبل على الساحة العراقية قبل عام 2003 ولا بعده، ولكنها برزت بعد قتل قاسم سليماني قرب مطار بغداد في شهر كانون الثاني الماضي. أي ضرورة إيرانية أوجبت إنشاء هذه الميليشيات غير المحددة الهوية بدقة؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. ظهور هذه الميليشيات والمسميات الجديدة هي تأتي ضمن صراع الإرادات وصراع النفوذ ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا بعد أن تصاعدت التهديدات والضربات الصاروخية المتبادلة بين الطرفين، كما أنها تأتي ضمن استراتيجية إيرانية يطلقها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني، القائد الجديد لفيلق القدس، لمواجهة تطورات الأحداث المحتملة في العراق. لذلك ظهور هذه الأسماء، قسم من هذه الميليشيات التي تم تشكيلها في الفترة الأخيرة، قسم منها سري والقسم الآخر علني مثل عصبة السائرون التي تشكلت من ميليشيا حزب الله العراق وبتعليمات من قائد فيلق القدس الإيراني، على أن يكون قوام هذه الميليشيات ما يقارب 2000 مقاتل، على أن يجري تسليحهم بأسلحة متطورة ونوعية تواكب التحديات والأهداف التي ترمي الوصول إليها إيران في الفترة المقبلة ضد القوات الأمريكية. كما أن ظهور هذه الميليشيات جاء بعد قصف معسكر التاجي في تقريبا في يوم 16 آذار الماضي، بينما ظهرت ميليشيا أخرى باسم أصحاب الكهف وأظهرت مقاطع المستودعات صواريخ 122 ملم. أخذت في الحسبان هذه التنظيمات بأنها تتوافق مع السياسة الإيرانية الجديدة في العراق وفي المنطقة، لذلك هي ترتبط مباشرة بفيلق القدس الإيراني وبإسماعيل قائاني مباشرة، على أن يجري تسليح هذه الميليشيات تسليح مباشر من قبل إيران. هي محاولة من قبل إيران لإظهار قوتها في المنطقة، كما أنه تريد أن تقول بأنه إيران ترى نفسها على قدم المساواة مع أعدائها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على المسؤولين الأمريكيين أن يأخذون التهديد على محمل الجد بأن إيران قادرة على أن تفعل الكثير في العراق وفي المنطقة. يعني مصادر استخبارية تقول أن اعتماد إيران هذا التكتيك الجديد هو لتجنيب حلفائها الرد الانتقامي الأمريكي، ولكن هل تعتقد أن أمريكا يعني ستضيع وقتها وجهدها في البحث والمطاردة عن هذه الميليشيات الوهمية وتترك الميليشيات المعروفة داخل العراق؟ لا، أكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك إمكانية كبيرة جدا في تعقب هذه الميليشيات وفي معرفة تطوراتها وأسلحتها وكثير من الأمور التي يمكن أن تكون خافية حتى عن الأجهزة الأمنية العراقية، كونها تمتلك من أجهزة المراقبة المتطورة ومن التكنولوجيا ما يمكنها من معرفة الكثير عن هذه الميليشيات، وبالتالي هي تعرف جيدا بأنه هذه الميليشيات وهذه الأسماء هي عبارة عن أسماء قد تكون وهمية لتضليل الولايات المتحدة الأمريكية عن الجهات الحقيقية التي تقوم بهذه المهام الهجومية، كما أنها تأتي لكي تدفع الضربات الجوية أو تسلب شرعية ضرب ميليشيات الحشد الشعبي التي يعتبرونها هي من ضمن القوات الحكومية، على اعتبار بأن من ينفذ هي أسماء وهذه الأسماء الجديدة وليس ميليشيات الحشد الشعبي الولائية التي تنضوي ضمن ميليشيات هيئة الحشد الشعبي العراقية، وبالتالي هي معروفة من قبل الأمريكان. إذن كيف سترد أمريكا؟ هل سترد ردا حاسما بضربات صاروخية بحسب متابعتك؟ نعم، أنا أعتقد بأنه هذه يعني المشهد بشكل كامل في العراق يعتمد على تطورات الأحداث. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تميل بشكل كبير جدا إلى التهدئة في العراق، كون بأن هناك حكومة قادمة وهي تريد أن ترى هل الحكومة القادمة ستشكل شريك للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بما فيها التنظيمات التي وضعت على قائمة الإرهاب،
بما فيها ميليشيا حزب الله والنجباء وغيرها وسيد الشهداء والعصائب وغيرها من الميليشيات، أم إن هذه الحكومة ستميل أيضا إلى إيران كما فعلت الحكومات السابقة، وبالتالي هي مقبلة أيضا على انتخابات أمريكية ولا تريد أن تكون هناك خسائر في القوات الأمريكية، كون الشعارات التي رفعتها الحكومة أو الإدارة الأمريكية هي الانسحاب من الحروب العبثية في المنطقة، لذا هي تميل إلى التهدئة الآن، كما أنها تواجه أزمة كورونا الآن وتريد أيضا تخفيف وطأة هذه التحديات التي يمكن أن تواجهها القوات الأمريكية في المنطقة. ولكن أنا أعتقد بأنها سوف تصعد بعد ذلك وسوف تستهدف قيادات وضعت على قائمة الإرهاب وسوف تستهدف هذه الميليشيات، ولكن يمكن في أوقات أخرى قد تكون فيها هامش المناورة للقوات الأمريكية وللإدارة الأمريكية أكبر في مواجهة هذه الميليشيات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من اسطنبول، باحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد ركن حاتم الفلاحي.